كاميرا أرارات للسياحة اليوم اصطحبتنا خلال جولتنا في مدينة يربان إلى سوق بيرنسان، سوق الصناعات الشعبية. سنتجول في السوق ونصور لكم جوانب من هذا السوق الرائع، وكل ما تجدونه فيه عبارة عن مصنوعات يدوية أو صنعت يدويا بأيدي أمهر الأشخاص في أرمينيا. أرارات دور دائما الأفضل. الفيديو خاص لهواة المشاوي اللي يحبون الرحلات والمشاوي. سأعرض عليكم نماذج لبعض الحقائب اللي تحتوي على سياخ خاصة للشوي ومعدات الشوي. تابعوا الفيديو للأخير حتى تتعرفوا على ما تحتويه هذه الحقائب. هذه حقيبة خاصة لعدة المشاوي، أعتقد تسموها عزبة، العزبة اللي عندكم أكبر. نفتحها الحقيبة، تتكون من هذه الأسياخ، أسياخ رائعة طبعا غير قابلة للصدى، وبعض العدد معها. هذا نوع آخر، هذا النوع الآخر، وهذا نوع آخر. طبعا هذه عبارة عن أقداح، نمر على أسد على حيوانات أخرى. هذا النموذج اللي أمامنا سعره 75,000 درهم أرمني، ما يعادل تقريبا 190 أو 192 دولار. ونفس الشيء هذه الأسعار مقارنة، لكن أشياء فاخرة جدا. الحقيبة أيضا مزخرفة، عليها نحت، عنقود عنب، جبل أرارات، الجبل اللي رست عليه سفينة النبي نوح، ومقابض من فضة. خلاصة الكلام، أشياء رائعة أو عدة رائعة لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي المشاوي. هنا أصناف أخرى في هذه الحقيبة، فقط أسياخ الشوي. والآن هذه المجموعة من الأسياخ نشاهد على المقابض رؤوس. هذه الرؤوس رؤوس ملوك الأرمن الذين حكموا أرمينيا سابقا. أوعية أو أواني فخارية ممكن أن تستخدمها للشوي بالكهرباء، تعمل في الكهرباء. ندخل السياخة في هذه الفتحة بعد ما تثبت عليها اللحم، ممكن تدخلها في هذه الفتحة وتثبتها هنا. وتبدأ عملية الشوي. ألف عافية عليكم. وهنا أحدى السيدات الأرمنيات تقوم بحياكة شيء ما. إنشا تروساتا؟ إكنيك. تحوك أحد الألعاب. هذه الألعاب، هذه مثل ما ذكرنا لكم، نحن في سوق الصناعات الشعبية في فيرنيساج في جمهورية أرمينيا. هذه كلها عبارة عن صناعات يدوية
وهذه الرسوم أيضا رسمت من قبل أشخاص ماهرين. Քանի օր կտեվյատի մի տիխնիկը։ Դե նայած, օրինակ սրանք երկար ա տեղում, որովհետև ես իրախոց ու տիկների վրա ժամանակ շատ ա գնում։ Հադի լաբը տշտղրկ ադդատ այյամ։ Մի որ անընդհատ գործես, մի երկու երեք ժամում կգործես, բայց անընդհատ չեմ լսում։ تقول إذا استمرت بالعمل على نفس اللعبة اللي داسوه خلال ساعتين ثلاث ساعات تنجز أحد الألعاب. Hey, yes, I'm getting out of here.